أهلا بحضراتكم، حلقة جديدة من برنامجكم مصر تنتخب. كلنا تابعنا من امبارح الانطلاق الرسمي لفترة الدعاية الانتخابية لمرشح انتخابات الرئاسة. شفنا بقى مؤتمرات لحملات المرشحين أعلنوا خلالها عن خطط عملهم في الفترة الجاية، وطبعا دي هتستمر لمدة شهر من تاريخ بدء عملية الدعاية الانتخابية لحد ما نروح لمرحلة الصمت الانتخابي اللي هي اعتبارا من يوم ايه؟ من يوم 8 ديسمبر. كويس كده؟ طيب، من الواضح اننا هنشوف منافسة قوية، والبوادر كلها بتؤكد ان حملات المرشحين على قدر عالي من الاحترافية، وهيقدموا للشعب المصري نموذج ومنافسة قوية جدا في الدعاية الانتخابية بشكل يليق بالمنافسة على منصب رئيس جمهورية مصر العربية. الحقيقة أنا شاركت امبارح في تغطية مؤتمر الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي. عايز هنا أبدي إعجابي الشديد وتقديري أولا لقرارات الحملة بتوجيهات من المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي. بخفض الإنفاق على الدعاية وتوجيه جانب من هذه المخصصات لدعم مين؟ أشقائنا في غزة. ده القرار اللي أشاد به الجميع، وبيعبر عن الإحساس بحجم مسؤولية المرشح عبد الفتاح السيسي ليس فقط تجاه الشعب المصري، ولكن أيضا تجاه إخواتنا في غزة. أيضا في قرارات تانية كانت كتيرة، كان من أهمها مثلا لما تحدثت مع المستشار محمود فوزي عن عدم الكلام نهائيا، أو ما نقدرش نمنع حد من الكلام يعني، لكن قصدي عدم الترويج لفكرة إلغاء الانتخابات. عشان إيه؟ مصر دي بلد الأمن والأمان، ألغي انتخابات فيها عشان إيه يعني؟ يعني طب بلاش كده، هي إيه المشكلة اللي عندك على أرض مصر منعاك أو بتخليك تفكر في إن ألغي انتخابات؟ أنت ما عندكش أي حاجة أصلا. جوه حدود مصر أمن، أمان، كل شيء متاح، ليه أفكر إن ألغي الانتخابات؟ طب إيه العائد عليا من ده؟ ولا حاجة خالص. ده كلام كده بيتقال يعني لا لا لا، ده أحيانا كده بيبقى فيه كلام كده بيرد بباطل يعني. وبرضه في اللحظة دي أنا بشكر الأستاذ خالد أبو بكر، حقيقة كان تابع المؤتمر وشاف طرحي للسؤال للمستشار محمود فوزي، ويعني هو مشكورا يعني أثنى على هذا السؤال وعلى هذا الطرح، وقال في حق يعني كلام يعني أنا أعجز عن الشكر له. فأنا حقيقي من خلال هذا البرنامج بوجه له الشكر والتحية على ثنائه وعلى كلامه الحلو يعني في حقي، وإن كان دي يعني ما أقدرش أشكره يعني لأن هو يعني أستاذنا في المجال ده، لكن كان لازم أوجه له الشكر أيضا. ودي يا رب نكون عند حسن ظن الجميع، ده أهم حاجة عندي إن أنا أكون عند حسن ظن المشاهدين، ده اللي احنا كلنا بنسعى له في النهاية. خليني أروح لأخبارنا النهاردة ونبدأ بقى من حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي. نشرت النهاردة على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأبرز اللقطات من مؤتمرها الصحفي الثاني اللي عقدته بالأمس للإعلان عن خطة عملها الفترة القادمة. خلينا نروح الأول نشوف جزء من المؤتمر ده ونرجع نكمل معاكم باقي الكلام. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة، الحضور الكريم، أهلا وسهلا بحضراتكم وأرحب بكم في مقر الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي. وقبل أي بداية أدعو حضراتكم للوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهدائنا في فلسطين وغزة. حملتنا حملة غير نمطية في أهدافها وفي سبل عملها. أعلن لحضراتكم أنه صدر لنا توجيه واضح من مرشحنا الرئاسي، فقد تقرر تسخير كافة الإمكانيات والجهود وتخفيض أوجه الدعاية الانتخابية
للحملة الرسمية إلى حدودها الدنيا خدمة للقضية الفلسطينية. وفي هذا الصدد تدعو الحملة جميع الأحزاب والجهات المؤيدة بالتبرع إلى حسابات المؤسسات والجمعيات الأهلية وعلى رأسها مؤسسة حياة كريمة. في الفترة التي تلت التدشين اتبعت الحملة بناء على توجيه المرشح سياسة الأبواب المفتوحة، فقامت بدعوة الجهات والمؤسسات التي أعلنت عن تأييدها لموقف مرشحنا في هذا المقر. وخلال هذه الفعاليات ناقشنا العديد من الأفكار والظواهر، كما قمنا بناء على توجيه المرشح لنا بدعوة عدد من الخبراء الوطنيين المستقلين والمتخصصين في مجالات الاقتصاد وغيرها من جميع الاتجاهات. عقدنا 75 لقاء، منهم 3 زيارات خارجية التقينا فيها ب 203 جهة تمثل مؤسسات واتحادات ونقابات من أيديولوجيات واتجاهات مختلفة. كيف واجهت الحملة حرب الشائعات الفترة الماضية وخاصة إلغاء الانتخابات الرئاسية بسبب أحداث غزة؟ لا مجال لتأجيل الانتخابات الرئاسية، لا من الناحية الدستورية ولا من الناحية القانونية ولا من الناحية الواقعية. ليس لدينا ما يدعو إلى تأجيل الانتخابات. إيه أهم الملامح اللي هتكون موجودة في الحملة كنشاطات كفعاليات في الفترة القادمة ل يعني الحصول على ضوء أكبر للمرأة المصرية؟ لم تشهد المرأة المصرية تمكينا في عهودها السابقة قاطبة بقدر ما حدث في عهد مرشحنا. والحقيقة هذه جنب أنها يعني رؤية إنسانية وحضارية هي رؤية علمية، لأن 50% من طاقة المجتمع سوف تكون نشطة وعاملة. ده كان فيديو مختصر عن اليوم اللي كان فيه أو المؤتمر الثاني اللي تم داخل مقر الحملة، طبعا المقر في التجمع. لكن احنا لسه مكملين معاكم أخبار المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، واللي سلطت الضوء على تنظيم حزب مستقبل وطن بالإسكندرية مؤتمر جماهيري وحاشد لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وده ضمن إيه؟ ضمن الفعاليات الجماهيرية والشعبية لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وأيضا ودعم مسيرة الإنجازات والتنمية التي بتشهدها البلاد. المؤتمر ده كان النهاردة في حي العمرية بالإسكندرية، حضروا عدد من القيادات وحضروا عدد من الشخصيات العامة وأعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسي النواب وشيوخ في الإسكندرية. وكانت الصورة موجودة معاكم، كانت عن النشاط النهاردة. حملة المرشح الرئاسي دكتور عبد السند يمامة، تعال بقى نروح كده نشوف بعض أخبار. نظمت النهاردة مؤتمر جماهيري في محافظة الدقهلية لعرض رؤية وبرنامج مرشحها للانتخابات الرئاسية. وقال المستشار طارق عبد العزيز نائب رئيس الهيئة البرلمانية للوفد بمجلس الشيوخ، قال إيه؟ قال إن الحزب هيدشن حملة الانتخابات من محافظة الدقهلية تحت شعار إيه؟ غزة في قلب الوفد، وذلك تماشيا مع الظروف اللي تمر بها المنطقة العربية. احنا عارفين طبعا السيد عبد السند يمامة هو رئيس حزب الوفد. أعلنت الحملة عن تنظيم لقاءات جماهيرية خلال الأيام المقبلة للتعريف بالمرشح الدكتور عبد السند يمامة والتعريف ببرنامجه الانتخابي. وقال عصام الصباحي مدير حملته إن المؤتمرات دي هتكون في محافظات اسكندرية والغربية وأسيوط، وقال كمان إنه هيتم خلال المؤتمرات دي أو المؤتمرات الجماهيرية دي عرض إيه؟ تفاصيل أكتر عن برنامج المرشح الرئاسي عبد السند يمامة،
وأكد البرنامج الانتخابي أنه هو بيقوم على إيه؟ على المحور الاقتصادي بشكل أكبر شوية. من خلال إيه؟ قال من خلال بقى التنمية الاقتصادية، تحقيق الاستفادة القصوى من المنتج المحلي، وأيضا مساندة المنتج المحلي. طيب عصام الصباحي قال أيضا إيه؟ إن البرنامج الانتخابي للدكتور عبد السند يمامة بيستهدف إيه؟ زيادة الإنتاج مع تحقيق طفرة في أرقام الصادرات المصرية، بجانب إصدار حزمة كبيرة من التشريعات الخاصة بالاستثمار. مش بقول لكم في هتبقى في منافسة شرسة جدا بين الحملات خلال الشهر ده. كل مرشح حملته هتحاول بأي شكل من الأشكال تدي بقى برامج جديدة، تدي أفكار جديدة، تدي مقترحات أكتر يعني، وده شيء طبعا في الانتخابات طبعا مسموح به بشكل كبير. طيب حملة المرشح الرئاسي الدكتور فريد زهران، هو طبعا رئيس الحزب المصري الديمقراطي، أعلنت عن إيه؟ أعلنت عن تنظيم مؤتمرين. المؤتمرين دول هم وصفوهم إن هم هيبقوا جماهيرين كبار جدا، وهيبقوا غدا في محافظات أسيوط. للتعريف بمحافظة أسيوط للتعرف بالمرشح الرئاسي وبرنامجه الانتخابي، وقالت الحملة إنها هتنظم مؤتمر جماهيري أيضا فين؟ في الجيزة. عفوا، ده هيبقى يوم إيه؟ يوم 17 نوفمبر. طب وبعدين؟ قال لك لا، وهنروح بعد كده أسوان، وتحديدا قال لك في مركز إدفو يوم 22 نوفمبر، وبعد كده نروح مؤتمر تاني يوم 23 من نفس الشهر، هيكون فين؟ في سوهاج. وقالت الحملة أيضا إن المرشح الرئاسي فريد زهران عقد 3 مؤتمرات جماهيرية حتى الآن، بدأت من أول حاجة سرس الليان في المنوفية، وبعد كده مؤتمر جماهيري بمحافظة الإسكندرية، ومؤتمر ثالث بمحافظة الفيوم. ده الحراك اللي احنا بنتكلم عنه، ده الحراك السياسي، ده التواجد السياسي. الأحزاب دي كانت لازم تتحرك، فكويس انتخابات الرئاسة. أما يبقى برضو المرشح الرئاسي وراه حزب، بيبقى الأمور بالنسبة له إيه؟ في التحركات سهلة شوية. ليه؟ هنا عنده مقر، هنا عنده مقرين، فلما بيبقى مثلا نازل بلد معينة بيشوف أو حتى مثلا لما اتكلمنا عن ليه ده أهلية مثلا سعد السند يمامة، لا له مقرات كتير فيه، فبيبقى سهل إن هو إيه؟ يقدر يعمل مؤتمرات. طيب خلينا نروح أيضا لخبر عن حملة المرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري. نشرت فيديو بيوضح بقى خطتها لإيه؟ للدعاية الفترة الجاية. تعالوا نشوفه ونرجع نكمل أخبار. في إطار الجدول الزمني المعد والمعلن عنه منذ بداية ماراثون الانتخابات الرئاسية من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، بدأت أمس الدعاية الانتخابية وإطلاق الحملات الانتخابية بشكل رسمي. ووفقا للإمكانيات المادية المتاحة للحزب ومرشحه الرئاسي، وترشيدا للنفقات حتى لا نثقل على كوادر الحزب ومؤيدي مرشحنا، ويتقدم على ذلك الموقف الحالي والظروف الإنسانية شديدة التعقيد التي يمر بها الأشقاء في قطاع غزة، قررت الحملة الانتخابية انتهاج مسارا غير تقليدي في الدعاية الانتخابية في دعم مرشحها لخوض السباق الانتخابي من خلال المحاور التالية. المحور الأول، تتضمن الحملة من هذا المحور الإعلان عن طريق الملصقات الورقية، اللافتات الإعلانية واللوحات الإعلانية المضيئة، وأيضا حملة انتخابية موسعة ومدروسة على منصات التواصل الاجتماعي. المحور الثاني، يتضمن عقد 4 مؤتمرات صحفية موسعة بمقر الأمانة المركزية للحزب تخاطب القطاعات الجغرافية 4 بالجمهورية لعرض أبرز المشاكل التي تواجه المواطن في محافظات الجمهورية بقطاعاتها المختلفة، وطرح ومناقشة الحلول التي يقدمها البرنامج الانتخابي للمرشح لتلك المشكلات. يحضر هذه المؤتمرات وسائل الإعلام المختلفة وبعض الرموز والقيادات الشعبية بالمحافظات. المحور الثالث،
يتضمن التركيز على اللقاءات الإعلامية للمرشح الرئاسي بوسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية للمساهمة في عرض رؤيته وبرنامجه الانتخابي. رجعنا لحضراتكم مرة تانية وهنبدأ معاكم فقرتنا الحوارية عن التشريعات والقوانين. التشريعات والقوانين دي هي من خلينا نقول إن هي بتمثل البيئة الحاكمة لأي دولة. ليه؟ لأن هي من نقول إيه؟ تمثل الخطوط العريضة في التعامل بين الجهات الحكومية والشعب وبين الجهات وبعضها البعض. وحتى بين أفراد الشعب وبعضه يعني زي ما بنقول يعني 22 يوم تقريبا تفصلنا عن الانتخابات الرئاسية القادمة اللي هي أيام 10 و11 و12 في الداخل و1 و2 و3 في الخارج طبعا، ليصبح بعدها هناك رئيسا لجمهورية مصر العربية من بين الأربعة مرشحين لتلك الانتخابات. عقب حلف الرئيس الجديد اليمين الدستوري سيصبح أمامه حقيبة من التشريعات ومن القوانين اللي بننتظر تصديق عليها لإقرارها والبدء أيضا في تطبيقها. ضفنا النهاردة الفقيه الدستوري الدكتور إسلام إناوي اللي هيتكلم معنا النهاردة عن التشريعات اللي من المنتظر أن تقر خلال الفترة القادمة وكذلك التشريعات اللي تحتاج إلى تعديل. دكتور اسلام منورنا ومشرفنا فيك. اهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين. نبدا بالتشريعات، ايه رايك؟ في ما كان قبل وفي ما هو المنتظر بعد. في البدايه اود ان انوه الى انه منذ ان تولى فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في البلاد في 4 يونيو 2014 وهو يتخذ على عاتقه وكاهله العديد من الإصلاحات التشريعية لتتفق مع سياسة الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي انتهجه، وأخص بالذكر قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، قانون تنظيم التعاقدات رقم 180 لسنة 2018، وأيضا قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها رقم 73 لسنة 21. لو جينا نتكلم باختصار عن كل قانون هنلاقي ان مثلا قانون تنظيم التعاقدات 180 سنة 2018 اللي صدر في عهده ده بيؤدي الى بتر الفساد من المنبع وغلق منابع التعاقدات الخلفية والفساد الذي كان يسمح به قانون 89 لسنة 98. يعني ما نقولش بقى في مداخل للرشوة وتسهيلات معينة، خلص. لا تبقى الأمور دايركت خالص، الموضوع انتهى. بالإضافة إلى ذلك حادث القطار الذي حدث منذ حوالي 3 سنوات وكان السائق القطار متعاطي مخدرات، فأصدر سيادتي تعليماته بسن قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها 73 سنة 21 بفصل كل موظف يثبت يقينا تعاطيه المواد المخدرة. بالإضافة إلى إصدار قانون الخدمة المدنية رقم 81 سنة 2016 ليتلافى من خلاله كافة العيوب التي جاءت بقانون 47 سنة 78 وهو قانون العاملين أو قانون العاملين المدنيين بالدولة السابق، سواء تعيين بالأقدمية المطلقة مما يؤدي إلى عدم إتاحة الفرصة للنوابغ والكفاءات من حاملي المؤهلات الأعلى في تولي الوظائف القيادية. هو قانون استطاع أن من خلاله تطفو العديد من الكفاءات والنوابغ لتولي الوظائف الحكومية. طيب عندي جزئية تانية مهمة برضو يا فندم يهمني أبدأ معك بيها وهي قانون الأحوال الشخصية.
هو القانون القديم كان ناقصه شيء، في عوار معين، او بلاش نقول عوار، ده اللي خلانا نتكلم، محتاج لتعديل بشكل ما. انا عارف طبعا ان في مطالبات كتيره في قانون الاحوال الشخصيه ده، سواء كان من النساء او من الرجال، كل واحد برضو في الحته دي بيحاول يعني ايه يشطر على التاني شويه، لكن القانون او المشرع ما عندوش الكلام ده. خلينا اتكلم معاك عنه. قانون الاحوال الشخصيه رقم 25 سنه 2020 او سنه 20، يعني هو تقريبا معمول من 200 حوالي 103 سنه، واخر تعديل ليه 1 لسنه 2000، يعني هو اخر تعديل من 23 سنه. تمام. القانون ده اصابه الوهن وبه الكثير من العوار، واصبح سيف مسلط فوق رقبة الاب. في ثلاث اجزاء مهمين جدا جدا، يمكن هو تم طرحهم في الحوار المجتمعي من اجل تعديلهم. اولا فيما يتعلق بالاستضافة، نادى الكثير بان يتم سن مادة جديدة في القانون أو إضافة مادة جديدة في القانون فيما يتعلق بحق الأب في الاستضافة. القانون القديم ما فيهوش حق الأب في الاستضافة. من حق الأب إن هو يستضيف أولاده على الأقل يوم في الأسبوع أو يومين أو ثلاثة. الرؤية حاجة والاستضافة حاجة تانية. بالضبط، الرؤية حاجة والاستضافة حاجة. تمام. الرؤية منصوص عليها في القانون، هنتكلم عليها بعدين. تمام. خلينا في الاستضافة. بالضبط. الاستضافة حق للأب وحق للابن. الأب ليه دور كبير في حياة ابنه، مهما كانت الأم موفرة كل سبل الراحة والسعادة والطمأنينة والحنان للابن، ولكن الأب هو الحماية، هو الرعاية. يجب أن الطفل أو الصغير أو الصغيرة يحس بوجود والده معاه من خلال سن قانون يلزم الأم أن هي تسلم الصغير للأب يوم في الأسبوع أو يومين أو ثلاثة في الشهر لاستضافته، علشان تدعيم أواصر الحب والمودة ما بين الأب والصغير. تمام. والتقريب بينهم في حاجات كتيرة، وإن في فرق بين أنا أكلم ابني بالتليفون أو بنتي بالتليفون، وفي فرق ما يبقى قاعد معايا في بيتي يحكي لي عن حياته عن مشاكله. ده بتفرق كتير. ده أكيد يا فندم. طيب، المستشار عمر مروان قال جملة أنا توقفت عندها كثير، انتهى ما يسمى بغابة التشريعات. الجملة خوفتني شوية دكتور إسلام بصراحة. تمام. يعني إيه غابة التشريعات؟ غابة التشريعات معناها إن بيبقى في جريمة معينة بتعالج من خلال أكثر من تشريع. بمعنى عندي مثلا الفيديوهات المخلة بالحياة ونشر الرذيلة من خلالها ونشر الفسق. الفيديوهات دي تعتبر جنحة بتعالج أو بتجرم من خلال قانونين، قانون عام اللي هو قانون العقوبات أو قانون الجنائي، وقانون آخر قانون خاص اللي هو قانون مكافحة الدعارة رقم 10 سنة 61. القانونين بيعالجوا نفس الحاجة، ولكن للأسف هي عقوبات ضعيفة جدا جدا جدا، لا تتناسب مع فجاعة وخطورة الجرم. دلوقتي أي واحدة أو أي سيدة، وطبعا أعظم السيدات المصريات هم سيدات فضليات وعظيمات ولهم كل التقدير والاحترام، ولكن القلة منهم ممن لا يخشون الله وممن لا يعرفون الأخلاق والقيم والمبادئ، للأسف تمردوا على المجتمع والقيم المجتمعية اللي احنا تربينا عليها، وبيطلعوا في فيديوهات من أجل الكسب السريع. للأسف العقوبات ضعيفة جدا جدا، لا تتناسب مع الجرم، وفي نفس الوقت لما واحدة أو اتنين يلاقوا العقوبات ضعيفة كده، ده بيؤدي إلى انتشار الفحشاء والفجر وما. والله دكتور إسلام اللي أنا بشوفه حقيقي على أحد المواقع، مش عايز أذكر اسمه يعني، ده حاجة صعبة جدا. يعني هو شبه إن أنا عشان أجيب مشاهدة أكتر وبيسموه تجبيس أكتر ومش عارف إيه، لازم أخرج عن الحياء في الألفاظ، لازم أخرج عن الآداب الطبيعية في اللبس، حتى في التعليقات دائما تعليقات بيبقى فيها إيحاءات مش مظبوطة، يبقى أنا كده بعلي الريتش بتاعي وأكسب فلوس كمان، فلوس بالزبط. كبيرة يعني. بالزبط. لذا أطالب بتشديد العقوبة لتصل إلى السجن المشدد بدل من عقوبة الحبس. عقوبة الحبس عقوبة ضعيفة جدا وقد تصل إلى إيقاف التنفيذ، لا ترد ولا تصد
الجرم الفاحش الذي يرتكب والذي يترتب له آثار عديدة جدا جدا تمام، ما بيحققش الردع الكافي اللي المفروض القانون بشرع من أجل شيئين الشيئان. أول شيء إن أنا بحاسب المخطئ، ونمرة اتنين بحقق الردع العام. إن أنا لما ألاقي اللي قدامي خد عقوبة أو تم الحكم عليه بعقوبة رادعة أنا هخاف، وبالتالي ده مش موجود في نصوص القانون اللي بتعالج الجريمة دي. طب ممكن يعني في سؤال يوجه لنا، هو احنا محتاجين تشريعات جديدة ولا محتاجين بس إصلاحات في القانون الموجود؟ بعض التشريعات تحتاج إلى إزالة كاملة، والبعض الآخر يحتاج إلى تعديل. طب في حاجة حاضرة في ذهنك دلوقتي مثلا؟ أكيد فضل. يعني مثلا احنا لما نيجي نتكلم عن قانون في بعض القوانين اللي تتعلق بالشركات، زي مثلا الشركات القابضة والشركات التابعة، للأسف الشركات القابضة والشركات التابعة خرجت بمقتضى قانونها من ولاية التأديب من قبل النيابة الإدارية. نعلم جيدا أن النيابة الإدارية هي سلطة قضائية مستقلة وفقا للدستور المادة 197، وقاضي التحقيق له كل التقدير والاحترام، وهي هيئة قضائية ومن المفروض أن هي تقوم بالتحقيق و توقيع الجزاء. ولكن بعض القوانين اللي صدرت خاصة بالشركات زي شركات قطاع الشركات القابضة اللي تخضع للقانون 203 والشركات التابعة والبنوك بتغلي يد النيابة الإدارية في توقيع الجزاء. مش من مصلحة المجتمع ومش من مصلحة أي حد أن النيابة الإدارية ما توقعش جزاء على الموظف. اللي بيحصل في الواقع العملي وفقا للقانون أن النهاردة أنا رئيس شركة ببعت التحقيق للنيابة الإدارية، وبعد ما هي بتحقق بتبعته لي علشان أنا أوقع الجزاء. أنا كرئيس شركة ممكن أبقى فاسد فداري على الموظف اللي عندي. صحيح. المفروض النيابة الإدارية تسترد ولايتها واختصاصها الأصيل في توقيع الجزاء. في هذه الحالة يتم بتر الفساد من المنبع. تمام. خلينا أكلمك برضو عن حاجات تمت في شهر العقاري والتوثيق تحديدا، في طفرة كده كبيرة. طبعاً طبعاً. يمكن أنا يعني ليا تجربة شخصية، من حوالي أسبوع أنا رحت أعمل توكيل، قالوا لي لازم الأول تحجز من خلال بعض الـ يعني من خلال أبليكيشن أرغب في عمل توكيل. حجزت وخدت دور ورحت، كان في الشهر العقاري بتاع سيتي ستارز. عايز أقول لحضرتك خدمة 7 نجوم. هي غالية، ولكن خدمة مقابل مال مقابل خدمة. يعني أنا من حقي إن على فكرة برا ده الأساس، ده الموجود فعلا. الموجود. يعني كلنا سافرنا برا وكلنا بنلاقي يعني موضوع مختلف، حتى بالتليفون ممكن يجي لك لحد البيت، وده برضو بأجر تاني خالص. بالزبط. مختلف بيحصل يعني مثلا المخالفات المرورية، حضرتك وانت قاعد في مكانك ممكن انك انت تعرف عليك مخالفات قد ايه وتدفع المخالفة وانت قاعد بدون اي مهانة او بدون اي مكان تضيع يوم، وبيجي لك لغاية البيت. ففي يعني في حاجات جميله جدا بتحصل فيما يتعلق بالتشريعات وفيما يتعلق بتسهيل الاجراءات القانونيه، علشان الحياه متطلباتها كده في العالم كله كده. واحنا بنتمنى ان يبقى في زياده في هذه الامور، لان هي بتريحنا كلنا كمواطنين. طيب في بعض التساؤلات بتتكلم مجلس الشورى او مجلس الشيوخ عفوا ومجلس النواب، من ممكن هم بيعرضوا القانون على رئيس الجمهورية. تمام. رئيس الجمهورية هنا مش من حقه ان هو مثلا يطلب تعديل شيء، يطلب إضافة شيء، ولا القرارات دي بتبقى ملزمة حتى لرئيس الجمهورية في هذه الفترة؟ أود أن أحيط السادة المشاهدين إلى أن الدستور الحالي يختلف كليا عن دستور 11 سبتمبر 1971. تمام. الدستور الحالي لم يعطي لرئيس الجمهورية حقوق مطلقة كما كان في السابق. وده بيتماشى مع سياسة الحريات اللي احنا بنعيشها. كل دول العالم، انجلترا، فرنسا، امريكا، سواء في الانظمة اللاتينية او الانظمة التي تعتنق الانجلو ساكسونية، بيكون في حد من سلطة رئيس الجمهورية، وده اللي موجود دلوقتي. اللي بيحصل ان مشروع القانون بيعد من خلال مجلس النواب، وبعد كده بيرسل لفخامة الرئيس علشان يقره. تمام. المفروض رئيس الجمهورية لإما بيبعته تاني بالموافقة علشان يقرر كقانون من قوانين الدولة، لإما ما بيبعتوش. لو ما بعتوش في خلال 30 يوم وفقا للمادة 123 يعتبر قانون، ولكن ممكن ان هو يطلب تعديله وبيبعته لمجلس النواب. مجلس النواب قدامه حاجة من الاثنين، لإما يرفض تعديلات رئيس الجمهورية ويوافق على ما تم إرساله من مشروع قانون. تمام. بأغلبية ثلثي الأعضاء، أو يوافق على التعديلات ويتم إرسالها
ثانية إلى فخامة الرئيس للتصديق عليها. تمام. وصيرورتها قانون من قوانين الدولة. يبقى أنا كده أفهم برضو إن حتى لو هيكون في تعديل ما يبقاش من رئيس الجمهورية مباشرة، لا لازم يعود إلى طبعاً طبعاً الجهة المصدرة للتشريع أولاً وهي هقول لحضرتك على حاجة ويمكن اللي يزيد من حجم الحريات اللي احنا بنعيشها. الدستور نص في مادة قال إذا حدث في غيبة مجلس النواب ما يجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر في شأنها قرارات لها قوة القانون. واجب عرض هذه القرارات على مجلس النواب خلال 15 يوما التالية من تاريخ آخر جلسة انعقاد، وإلا زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون. يعني في حالات غيبة البرلمان أو في الظروف الاستثنائية زي ما احنا بنسميها، رئيس الجمهورية مالوش الحق أنه يصدر القانون إلا بعد ما يتم عرضه على مجلس النواب خلال 15 يوم من تاريخ آخر جلسة انعقاد، وإلا ما يعتبرش قانون، وإلا زال بأثر رجع ما كان له من قوة القانون. يعني الدستور غلى يد رئيس الجمهورية في إصدار القوانين إلا بموافقة الشعب، ودي أسمى معاني الديمقراطية. طيب خلينا أكلمك بقى بالمفهوم البسيط خالص في النقطة دي. أنا كرئيس جمهورية مثلا في هذا التوقيت حصل كارثة طبيعية في مكان مثلا، مش هستنى مجلس النواب ومجلس الشيوخ لحد ما ناخد قرار مثلا بان انا هقفل المنطقة دي تماما، او مثلا ممنوع التحرك بعد الساعة 7، او مثلا لا هوجه شيء معين. اعتقد انا لازم اتحرك سريعا. طبعا ده باعتبار الحكم العسكري. طبعا ده باعتبار الحكم العسكري وفقا للدستور. مش محتاجه كلام، باعتبار الحكم العسكري وهو الادرى والاقدر، باعتباره ان هو على راس هو القائد الاعلى للقوات المسلحه، هو ادرى. ويمكن دي ميزه الدول اللي بيكون على راسها عسكري. هو يستطيع تقدير الامور، وخصوصا الامور التي تتعلق كوارث طبيعيه. طبعاً مشاكل طبعاً طريقه سريعه، الحاجات طبعاً دي بيبقى محتاج على طول قرار يصدر. طبعا طبعا تمام كده. طبعا انا بحاول هنا برضو على قدر المستطاع اغلب الاسئله اللي بتجي لي احاول اطرحها مع دكتور اسامه، ما شاء الله يعني صدره رحب وهيستوعبنا ان شاء الله يعني. طيب الان اصبحت اغلب الخدمات الحكوميه القانونيه الكترونيه. تمام تمام. وكمان ممكن نخلصها زي ما حضرتك قلت واحنا قاعدين في البيت بالضبط يعني. حضرتك شايف بقى ايه الحاجات اللي انت شايف انها محتاجه انها تبقى الكترونيه اكتر؟ يعني شايف انها لا محتاج ان احنا الحاجات دي نعملها واحنا في البيت. دلوقتي في ما يعرف بالتقاضي الالكتروني. تمام. يعني وانا قاعد في البيت ممكن ارفع دعوه. تمام. يمكن بيواجه الساده المحامين بعض العقبات اللي بيبقى زي ما بيقولوا كده بالبلدي السيستم وقع. لان احنا ما يعني ما تعلمناش ان احنا نتعامل مع هذه المنظومة من قبل، ولكن بعد فترة الموضوع هيبقى اسهل من كده بكتير. اي نظام في الدنيا، يعني نظام الكتروني او ما شابه، في الاول بيواجه عقبات سواء من المستخدم او سواء من اللي بيقدم الخدمة. تمام. ولكن بعد كده الموضوع هيبقى اسهل من كده بكتير ان شاء الله. طيب خلينا نرجع تاني للقوانين. خلاص في قوانين معينة معروف ان هيتم التعديل فيها. تمام. مع الرئيس القادم أمريكا إن شاء الله. طيب وفي برضو قانون من المفترض أن تعدل لكن لما ترحطش بس لأن الوقت ما يسمحش أو محتاجين أو إلى آخر. تمام. أنت حضرتك بقى كراجل في المقابل وأنت فقيه دستوري. تمام. شايف أن إيه المفترض يتم النظر إليه برضو متابعته مراجعته؟ زي ما قلت لحضرتك قانون الاستضافة احنا اتكلمنا فيه. وأتمنى إصدار قانون لرعاية المسنين وإصدار قانون آخر لمكافحة التسول. موضوع التسول ده موضوع خطير جدا. مفيش دولة في الدنيا تعتبر السياحة مصدر من مصادر الدخل القومي ليها وسايبة التسول كده. يعني أنا لسه راجع من الأقصر يوم الاثنين اللي فات، عايز أقول لحضرتك كمية السياح بسم الله ما شاء الله ربنا يزيد. الحمد لله. عايز أقول لحضرتك مش عارفين يمشوا في الشارع. أنا سامع حتى أن غرف الفندقية الحمد لله كلها كومبليت دلوقتي. الحمد لله يعني. الحمد لله مش عارفين يمشوا في الشارع. مفيش قانون راضي عليهم. أنا عايز قانون خاص لمكافحة التسول. وزي ما قلت لحضرتك قانون لرعاية المسنين، قانون خاص بعيد عن قانون التأمين الاجتماعي. المسن ده قضى حياته كلها في خدمة البلد. سواء عسكري أو سواء في خدمة المكان اللي هو كان بيعمل فيه، سواء سواء شركة أو هيئة، لازم يبقى ليه وضع خاص. لازم يكرم ماديا ومعنويا وأدبيا. هو بصراحة يعني للأسف المسنين دي انت حطيتك على الجرح زي ما بيقول يعني.
حتى دور المسنين نفسهم. انت عارف انها بتتبع طبعا بعض الجامعات الاهليه والحاجات دي. ايوه فاهم. لا فيها اهمال كبير وفيها عدم ما اقدرش اقول عدم انسانيه للامانه برضو. طبعًا. لان في دور لا بيراعوا بشكل كويس طبعا يا فندم، بس محتاج قانون واضح بالظبط، وكمان حتى تبرعات بشكل واضح بالظبط بالظبط. بس ده ممكن يتم ازاي يا دكتور اسلام برضو؟ تشريع تشريع يا فندم. تشريع خاص لرعايه المسنين، تقديم خدمات مجانيه ليهم، تقديم علاج مجاني ليهم، تقديم خدمات ترفيهيه، خدمات انسانيه بعيد عن الجمعيات الاهليه وبعيد عن في دلوقتي جمعيات مشبوهه مجهوله مصادر التمويل، احنا ما نعرفش تمام. عايزين نبعد شويه عن الجمعيات دي، وعايزين ان الدوله تهتم. طبعا الله يكون في عون الدوله، احنا بنمر بظروف اقتصاديه صعبه وحوالينا مشاكل كتير، ولكن ارجو النظر من خلال فخامه الرئيس بعد ان شاء الله الانتخابات ان هو ينظر لتشريع وسن قانون خاص بالمسنين. طيب خلينا نرجع لنقطه التسول، دي برضه نقطه ما ينفعش نعديها يعني انها بقت موجوده بشكل امانه ملاحظ. تمام. هو انا مش عندي دور معينه بترعى اللي هم مثلا الغارمين والغارمات، بترعى مثلا الفقراء، بقى في عندي تكافل وكرامه مثلا يعني. طب ما ايه المشكله بقى ان انا اشرع ايضا قانون يا جماعه بعد اذن حضرتك المبلغ اللي انت عايز تديه للمتسول ده او من يعني يمد يدي اليك باي شكل، طب ما نروح وديه لدور معينه او حاجات معينه تبقى معلومه لنا للجميع، وايضا ارشد المتسول انه برضه من حقه عليا، من حقه عليا ان انا اوجد له بديل. تمام. ما انا يا دكتور اسلام مش هقول له مثلا ما تمدش ايدك بالظبط واسيبه بالظبط، ما هو عنده ايه وعايز يعيش عايز ياكل. بس هي المشكله في حاجه ان مش كل المتسولين محتاجين، في متسولين اغنياء جدا بس هم اتخذوا من التسول مهنه. لسه في خبر امبارح نازل، واحد لقوا فيه لما جه توفى او حاجه كده لو عنده 7 اشوله، ده لسه امبارح. وعلى فكره ودي مش اول مره، احنا الخبر ده يعني بنقوله كل سنه يعني. في متسوله بتقف عندنا في عباس العقاد بعد ما توفت لقوا عندها فيلا في التجمع الخامس. لا ما انا عارف ان دول بقى اللي انا عايز القانون يصدر للضرب بيد من حديد عليهم، لكن انا ما بتكلمش على المتسول المحتاج. اغلب المحتاجين ما بيطلبوش التسول، اغلب المحتاجين بيبقى عندهم عزه نفس بالظبط والله، لكن المتسول ده مهنه. لا هقول لحضرتك حاجه، عارف المتسول اللي هو عنده عزه نفس بيلجا للجمعيات مباشره بالظبط، وده اللي بيحصل للمساجد للكنائس وبتقوم بدور مهم جدا رائع للجمعيات والكنائس والجوامع والحاجات دي. حقيقي انا بشوف ناس معينه طبعا. واحنا كلنا واحنا بنتبرع للجمعيات أيوة وعارفين وفي كشوف باسر معينه دي عايزه تتجوز، دي عايزه مثلا بتسميه ايه يعني الغارمات، الغارمات بيت الزكاة والصدقات المصري اللي تحت رعاية مولانا الإمام الأكبر بيقوم بدور عظيم جدا صحيح في رعاية المتسولين والغارمين والغارمات والأيتام. طب القانون ده ما هو أنا برضو شايفه صعب بس ما أعرفش إزاي يعني، هل في فكرة معينة ممكن ندخل منها؟ مفيش حاجة صعبة يا فندم. لا أنا مش صعب على المستحيل. لا يعني أنا عايز أقول لحضرتك ممكن يتعمل بمنتهى السهولة وهيوفر علينا حاجات كتير وهيكون ليه تبعات ومردود اقتصادي عظيم جدا ومردود اجتماعي برضه في نفس الوقت. القانون ده علشان يصد الشر اللي بيجي من المتسول قبل ما اخدم المتسول الحقيقي، يعني هو هيبقى سلاح ذو حدين، ان انا اضرب بايد من حديد على المتسول اللي بيتخذ من التسول مهنه وفي نفس الوقت بخدم الانسان الفقير اللي فعلا محتاج. يبقى اذا اللي هيظهر في اي شارع في اي حي في اي مكان بيتسول ده يتم القبض عليه اولا بالظبط بالظبط، وفي نفس الوقت اكون وفرت له البديل بالزبط. الامن بالزبط. انت عم بتدي ايدك ليه؟ انت محتاج تاكل، محتاج تشرب، محتاج تلبس، محتاج تتعالج. تمام. لا انت مثلا في هذا المكان يبقى تبع المكان الفلاني. يا فندم لو حضرتك تلاحظ ان 75% يعني من المتسولين، يعني زي مثلا بروح كنت في الاقصر، المتسول ده ممكن يبقى سواق حنطور ويجري ورا الاجنبي، وده انا شفته بعيني بيجري ورا الاجنبي يقول انا عايز فلوس. واحد ما شاء الله طوله مترين. انا معاك في ده. يعني ما اللي بيقفوا في اشارات المرور في القاهره بالظبط بيقف بال 12 ساعه. تمام. حضرتك تفهمني ان هو ال 12 ساعه دي اللي احنا بنسميها بالبسيط كده الغله اللي لما 1000 جنيه بالراحه، لو هو متسول اللي هو محتاج فعلا كان هيقعد ساعه ويروح بالظبط. لكن ده ايه، وبعدين ده بقى حاجزين اماكن وبيتخانقوا عليه أيوة ويروح المكان المكان اللي ده بتحصل واحد بيبقى اللي هو اسمه المعلم هو ده اللي بيوزعهم وبيشتغلوا تحت اشرافه. طيب في بعض الناس كانت بتتكلم على برضه مساله السويس، وانا عارف ان في قانون تقريبا بدا ينظم الموضوع ده مع الاحياء،
بس برضو بيقولوا لا محتاجين برضو يبقى في تعريفه ثابته ومكتوبه لان ده مش بيتم. تمام. طب ما هو برضو ده هل ممكن يتم تعديله؟ بس اعتقد ده مش تشريع ده قانون بقى. بالظبط. مش حاجه هتسن. ممكن يتم ازاي برضو؟ هو لازم يكون في مراقبه على السياس. السياس اللي حضرتك بتديله هو بياخد الموضوع بيبتدي ان هو بياخد مكان من الحي. مظبوط. بياخد مكان مقابل اجر مثلا على سبيل المثال 1000 جنيه. ماشي. هو عايز يجيب ال1000 جنيه دول وفي نفس الوقت يعمل هامش ربح. مظبوط. فالمفروض مثلا بيعمل التذكره ب 5 جنيه لا هو بيشطب عليها وبيكتب 15. تمام. دي بتحصل معانا كلنا يعني. أوه. قدام قدام القضاء العالي في شارع رمسيس التذكره بتبقى ب 10 جنيه وهو حط شرطه بقت ب 20 ولازم هتفعله لان انت في مصلحه هتعملها. حضرتك مش هتتخانق معاه او هتعمل معاه مشكله وانت عندك مصلحه عايز تخلصها. فلازم يبقى في مراقبه. لو في مراقبه على الناس دي تمام مش هيحصل اي مشاكل بالنسبه. طب ما هو برضو هو ارجع لنفس السؤال يا فندم، هو الفرخه ولا البيضه ولا البيضه ولا الفرخه؟ ما هو القانون موجود وكل حاجه بس انا اللي مش عايز التزم بيه. وبرضو تفعيل القانون يا فندم. لا ما هو هقول لحضرتك حاجه يعني مثلا لو في شرطي موجود وشافه بيعمل كده ما هيقبض عليه صح؟ المفروض يعني هيتعامل معاه مش هيقوم هيتعامل معاه. هو بيستنى برضو معلش يعني اول ما يلاقي الدنيا امان يبدا يستغل حضرتك ويستغلني في النقطه دي. تمام. فبرضو احنا عايزين وعي من عندنا. ما احنا برضو عندنا مشكله كبيره يا فندم. بس اوضحك على حاجه، هل في حد فينا هيقدر يعمل مشكله مع واحد زي ده؟ يعني واحد يعني بالعربي كلام السابعه هيبقى صعب ان انت تتعامل معاه. احنا بنتكلم بطريقه يعني منطقيه او احنا بنتكلم بطريقه عمليه. هل احنا ممكن يعني حضرتك رايح تعمل مصلحه او تقضي مشوار معين، هل انت نازل تتخانق حضرتك ولا رايح هيطلب 10 جنيه زياده اتفضل 10 جنيه في كم موقف عمله هو بيستغل احتياجك يا فندم. بالظبط. ودي في حد ذاتها اعتقد جريمه انسانيه. بالظبط. طبعا طبعا يعني اختل ان انت محتاج مثلا تطلع المحكمه بسرعه 10 دقايق وتيجي اقوم بدفع 20 جنيه. بالظبط. بالظبط. اهو ده عايز اقول لك بقى حاجه للاسف الشديد ان هذه المواقف بتخلي بقى المواطن نفسيا بيطلع غضب على ايه؟ على الدوله. بالظبط. الدوله يا عيني لا ولا حول ولا قوه لان هو الدوله مش على فكره يا فندم الدوله مش هتعمل كل حاجه. لا مستحيل. مفيش نظام في العالم مهما كانت قوته مهما كان النظام ده محبوب من الشعب ان هو يعمل كل حاجه. ودليل على كده ان في مؤسسات المجتمع المدني بتساعده والاحياء، ولكن للاسف يعني في ناس يعني احنا كل حاجه احنا كمصريين بنرميها على 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 القياده السياسيه. والقياده السياسيه عمرها ما هتعمل كل حاجه. في حاجات على كاهل القياده السياسيه اهم بكتير قوي من الحاجات دي. طبعا. هي كل الحكايه المفروض ان هي بتصدر القانون وهي اصدرت القانون. طيب. التنفيذ اهل التنفيذ لا يقومون بدوره. والله هو دي جمله مهمه فعلا، اهل التنفيذ احيانا لا يقوم بدوره. طيب خلاص احنا داخلين على الانتخابات ان شاء الله. في الخارج 1 و2 و3 10 11 وفي الداخل 10 11 و12 حضرتك شايف خلاص بقى في وعي بالموضوع طبعا ولا لا محتاجين وعي زي لا لا الوعي موجود. طيب كلنا بنتابع كلنا بنتابع الحملات الانتخابيه للساده المرشحين وكلنا خلاص عارفين يعني احنا هنختار مين لاعتبارات كتيره قوي، اعتبارات التجربه، اعتبارات الظروف المحيطه، البلد رغم ان في صعوبات اقتصاديه زيها زي كل دول العالم ولكن في تقدم بيحصل، في طرق بتتعمل، في مشاريع، في حاجات كتيره قوي تخلينا ان احنا نميل لمرشح عن الاخرين. صحيح. دكتور او الفقيه الدستوري الدكتور اسلام قناوي نورتني وشرفتني. واكيد هيبقى لنا حلقات اخرى نتكلم بقى فيها بتفصيل عن التشريعات بقى الجديده. شرف لنا. احنا منتظرين بقى تشريعات في الفتره القادمه ان شاء الله. بكده حلقتنا النهارده من مصر تنتخب بتكون انتهت، لكن طبعا لسه عندنا حلقات كتيره لان لسه الشغل بادئ في الدعايه الانتخابيه من يومين بالظبط. فلا هتشوفوا حراك سياسي بشكل كويس هيعجبكم، هتشوفوا حملات بدات بتتكلم بشكل مختلف، هتلاقوا برامج بتطرح بافكار زي ما قلنا يا جماعه احنا كلنا اما نطرح افكارنا ده مهم لان انت ممكن تقول فكره انا مش ما كنتش حاططها في دماغي في اولوياتي دي لكن دلوقتي ممكن احطها وهكذا ممكن نستفيد من بعض بشكل كتير. تحياتي لكل الساده المرشحين الاربعه الافاضل وبتمنياتي بالتوفيق لمن يعني ربنا هيكتب له النجاح يقود مصر في اصعب الفترات في الفتره القادمه. حقيقه ربنا يكون في عونه. اشكركم والى اللقاء.